أنا كاتب الكفاح والفرح الإنساني، فالكفاح له فرحه، له سعادته، له لذته القصوى. عندما تعرف أنك تمنح حياتك فداء لحياة الآخرين، هؤلاء الذين قد لا تعرف بعضهم وجه بعض، لكنك تؤمن بأعماقك. هكذا تحدث يوما شيخ الرواية السورية الأستاذ الكبير حنمينة، أطال الله بعمره، الذي يصادف مولده في 9 من شهر آذار. خلينا نتابع محطات من حياة كاتبنا الكبير بتقرير زميلتنا ماتيلدا كربوج. أنا كاتب الكفاح والفرح الإنسانيين، فالكفاح له فرحه، له سعادته، له لذته القصوى. هكذا اختصر الكاتب المبدع حنمينة شخصيته، تلك الشخصية الإبداعية التي لها بصمتها الحاضرة في الأدب، ويعد أحد كبار الكتاب في الرواية العربية، حيث تتميز رواياته بالواقعية. ولد حنمينة في 9 من آذار من عام 1924 في اللاذقية، وكافح كثيراً في بداية حياته، وعمل من المهن الكثير نتيجة لواقعه الفقير. بدأت حياته الأدبية بكتابة مسرحية دونكيشوتية، كتب الروايات والقصص الكثيرة بعد ذلك، والتي زادت على 30 رواية أدبية طويلة غير القصص القصيرة، منها عدة روايات خصصها للبحر. وكتب القصص القصيرة في بداية الأربعينيات من القرن العشرين، ونشرها في صحف دمشقية كان يراسلها. أولى رواياته الطويلة التي كتبها كانت المصابيح الزرق في عام 1954. يذكر أن الكثير من روايات حنمينة تحولت إلى أفلام سينمائية سورية ومسلسلات تلفزيونية. ساهم بشكل كبير في تأسيس اتحاد الكتاب العرب، وفي مؤتمر الإعداد للاتحاد العربي الذي عقد في سوريا في عام 1956، وكان له الدور الواضح في الدعوة إلى إيجاد وإنشاء اتحاد عربي للكتاب. حنمينة أحد عمالقة الرواية في سوريا والوطن العربي، وقف في وجه الاستعمار الفرنسي حين كان يبلغ من العمر 12 عاماً، وعاش حياة قاسية، تنقل بين عدة بلدان، سافر إلى أوروبا ثم إلى الصين لسنوات، لكنه عاد. معظم روايته تدور حول البحر وأهله، دلالة على تأثره بحياة البحارة أثناء حياته في اللاذقية. من مؤلفاته نذكر المصابيح الزرق، الشراع والعاصفة، نهاية رجل شجاع، بقايا صور، حارة الشحادين، الشمس في يوم غائم، المرفأ البعيد، مأساة ديمترو، وغيرها الكثير. وقبل أيام قليلة بث الكاتب الكبير حنمينة نص وصيته، وهي بكثافتها وحسمها وصراحتها تبدو كاعتراف أخير موجه للعالم. جاء فيها: أنا حنة بن سليم حنمينة، والدتي مريانا ميخائيل زكور، من مواليد اللاذقية في عام 1924، أكتب وصيتي وأنا بكامل قواي العقلية، وقد عمرت طويلاً حتى صرت أخشى ألا أموت بعد أن شبعت من الدنيا، مع يقيني أنه لكل أجل كتاب. لقد كنت سعيداً جداً في حياتي، فمنذ أبصرت عيني النور وأنا منذور للشقاء، وفي قلب الشقاء حاربت الشقاء وانتصرت عليه، وهذه نعمة الله ومكافأة السماء، وإني لمن الشاكرين. عالم الأدب زينب، رح نبقى إن البحر هو دائما كان مصدر إلهامي، حتى معظم أعمالي مبللة بمياه موجة صاخبة. مع كلمات الأستاذ الكبير حنمينة نبدأ أولى محطاتنا لليوم بعنوان تحية إلى شيخ الروائيين السوريين
في يوم ميلاده. هو ابن البحر، ابن الميناء والحلاق والصحفي ومهن عديدة شغله كاتبنا الكبير، اللي صار أحد أبرز رموز الرواية السورية والعربية، الأديب اللي أغنى المكتبة الأدبية والذاكرة الوجدانية. رح نتطرق لمحطات من حياته مع الدكتور عاطف البطرس، عضو اتحاد الكتاب العرب وعضو جمعية الأدبية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. بداية صباحك. خلينا نحكي عن حنا مينا، هاي القامة الأدبية، طبعا الله يطول بعمره. كان متميز، كان مبدع، كان ابن بيئته دائما. الشاعر والكاتب هو ابن البيئة، نحكي شوي عنه. أولا صباح الخير للمشاهدين، شكرا لكم على هذا اللقاء وهذا الاهتمام بكاتب كبير يمثل وجدان الشعب السوري ويمثل جوهر وطنية هذا الشعب وصموده وقدرته على التحدي والمواجهة. لأن شعبا لا يؤمن بالمستقبل ولا يتعلق بوطنه لا يمكن أن يحقق هذه الانتصارات التي تطالعنا والتي سنراها لاحقا. حنا مينا يمكن تناوله من عدة مواقع. أولا حنا ميني الإنسان، حنا ميني الكاتب والمبدع. حنا ميني كإنسان عاش حياة مشبعة بالمرارة، طفولة بائسة، أسرة متشردة، ولد في اللاذقية كما جاء في تقريركم، ثم انتقل مع والده إلى لواء اسكندرون. عاش طفولته الأولى هناك حوالي 12 عام ثم عاد إلى اللاذقية. اشتغل في مهن كثيرة، هذه القضايا التفصيلية قد لا نتوقف عندها. المهم أن التجربة الحياتية التي عاشها حنا مينا تجربة غنية لم تتوفر لعدد كبير من الكتاب. هذه التجربة أمدته بالخام البكر، وهو أمدها بالمعاناة والفكر. فكانت هذه الوحدة الفريدة بين ما عاشه الكاتب وما كتبه. حنا يقول: أنا لم أكتب حرفا لم أعشه، ولكنه لم يكتبه كما عاشه، وبذلك حافظ على حرارة الواقع ومتعة المتخيل. تقلب حنا في مهن عديدة أعطاه قدرة على كشف عمق القاع الاجتماعي في سوريا، لذلك جاء بطله شعبيا بسيطا كما رأينا في شخصية الطروسي الذي كان يقول عن نفسه: أنا وطني بلا فلسفة. ثقافة حنا ميني ومرجعياته الفكرية ساعدته على فهم الواقع ومعرفة قواه المحركة. ونلاحظ امتياز خاص لحنا مينا، أن هناك توافقا بين منشأه الاجتماعي وبين انتمائه الاجتماعي، وبالتالي بين عقيدته الفكرية ومنهجه الفني. بمعنى أن حنا ميني امتاز بامتلاكه رؤية خاصة ومتميزة للعالم إنسانا وطبيعة ومجتمعا. ولكي تكون روائيا بوزن حنا ميني أو نجيب محفوظ أو عالميا، لابد للروائي من عدة يمتلكها. أولا معرفة الجنس الذي يكتب نصه من خلاله. مثلا حنا كاتب روائي، كاتب قصة، نعم له مجموعة قصصية واحدة الأبانوسة البيضاء، كتب قصص كثيرة نشرها في مجلات مختلفة. محطة أساسية من حياة الأستاذ عنا مجيئه لدمشق عام 1947 وعمله في الصحافي، وكانت نقلة نوعية له في صحيفة الإنشاء. هذه الثقافة العميقة الواسعة مكنت الأستاذ حنا من فهم الإنسان في شبكة علاقاته الاجتماعية. إنسان لا يستطيع أن يعيش خارج المجتمع، ففهم المجتمع وفهم الإنسان ورؤية العالم التي تميز هذا الأديب عن ذاك، يمتاز هذا الأديب عن ذاك برؤيته للعالم. ورؤية العالم مفهوم واسع وكبير، الإنسان، الطبيعة، المجتمع، التاريخ، إضافة إلى وعي معرفي فلسفي
واضح مدته به الفلسفة المادية التاريخية والمادية الجدلية، لأن احنا معروف بانتمائه الفكري الواضح والذي لا يخجل بإعلانه في أكثر من مناسبة. كل هذه المقومات أعطت حنا ميني مكانة خاصة في تاريخ الرواية العربية، هذا حنا كإنسان وكتجربة حياتية. نعم، خلينا نحكي لك عن شو بيتميز فيه الأستاذ حنا مينا من أهمية الكتابة، أهمية كتاباته الأدبية، وأيضا مثل ما شفنا بالتقرير أنه هو يعني إنسان وفي لبيئته وللبحر، ويمكن بعض من أعماله ترجمت لدراما ظلت مطبوعة بذاكرة السوريين مثل نهاية رجل شجاع، هاي القصة الجميلة اللي ترجمت أيضا للدراما والسينما. هنا يمكن أن نتحدث عن موضوعين. أولا الموضوعات التي عالجها حنا ميني في أدبه، ثم الامتياز الفني الخاص الذي قدمه حنا ميني. في حنا ميني هو أديب البحر في أدبنا العربي قديمه وحديثه، وكل معظم الدول العربية تقع على البحار، لا نجد أدبا يتعلق بالبحر أو يتحدث عن البحر أو عن البحار، البحر وأهله، ولا عن المرفأ ولا عن الميناء. جاء حنا ميني اكتشف هذا العالم، وقد عمل حنا في المرفأ في مستودع للشحن، وكان يكتب على الأكياس، ومنه أخذت سينمائيا اليازرلي من على الأكياس، قصة قصيرة في الأصل. هنا إضافة إلى عالم البحر الذي امتاز به حنا ميني امتياز خاص، حنا ميني كشف عالم آخر ليس موجودا في تاريخ الرواية العربية، وهو الغابة أيضا، وتحدث أيضا عن الجبل، فاستطاع أن يجمع في إبداعه موضوعات فريدة من نوعها لم تتطرق إليها الرواية العربية، هذا من حيث الموضوعات. أما الامتياز الفني وهو الأساس، يعني حقيقة هناك كثر عاشوا تجارب مريرة وقاسية لكنهم لم يبدعوا أدبا، فليس كل من دخل السجن كتب العالم السفلي كدوستويفسكي مثلا، وليس كل من أحب كتب مثل لويس أراغون عن إلزا أو جميل بوثينة أو كثير عزة. حنا ميني بعدته المعرفية وتجربته الحياتية استطاع أن يقدم لنا عصارة هذه التجربة سرديا وفنيا. فمدونة حنا ميني السردية التي نفتخر بها ونعتز سوريا وعربيا وعالميا أيضا، سأبدأ من الإنجاز الأول، أن حنا ميني واحد من الروائيين العرب بعد نجيب محفوظ الذين استطاعوا أن ينقلوا الرواية العربية من المحلية إلى العالمية، محافظا على الخصائص المحلية وخصائص البيئة وخصائص الثقافة وفرادة هذه التجربة أن ينقلها إلى العالم. فنحن مثلا عندما نقرأ الطروسي كشخصية نعرف أن هذا ابن اللاذقية عاش في سوريا من خلال شبكة العلاقات، ولكن الشراع والعاصفة، الشراع والعاصفة، لكن هذه الشخصية يمكن أن تكون نموذجا لشخصية البحار الموجود في كل العالم. نعم. الامتياز الثاني الذي قدمه حنا في تاريخ الرواية ليس العربية فقط، أنه استطاع أن يحل معادلة صعبة بين السيرة الذاتية ورواية السيرة الذاتية. فحنا عندما كتب بقايا صور والمستنقع والقطاف وكثير من الأعمال التي يعكس فيها تجربته الشخصية، والتي نجد فيها إما حنا كاملا وإما تفاصيل من حياة حنا من جزئياته، وإما المنظومة الأخلاقية والقيمية له، مثل ما علاقة الطروسي بحنا ميني، هذا بحار وهذا كاتب، العلاقة هي بالقيم الأخلاقية التي ربطت بينهما. حنا قدم لنا شخصيات دخلت تاريخ ليس الرواية العربية وإنما تاريخ الرواية العالمية، فالطروسي ليس أقل من الشيخ والبحر في رواية أرنست هيمنغواي. ونستطيع نحن أن نقول بأن الرواية العربية رغم عمرها القصير لا يتجاوز 100 عام استطاعت أن تقف أمام الرواية العالمية. إذن حنا ميني استطاع أن يحل العلاقة الصعبة والمعقدة والمتداخلة بين السيرة الذاتية وبين رواية السيرة الذاتية. اثنين، الامتياز الهام جدا أن حنا في لغته السردية النثرية استطاع أن يحرر لغة السرد من كلاسيكيات الكتابة.
هو لم يقدم لنا نصا جاهزا، لم يعتمد على الجمل التي سبقه غيره إليها، وحد بين لغة الثقافة وبين اللغة المتداولة، ما يسمى اليوم باللغة الثالثة. وهذا إنجاز كبير عانت منه الرواية العربية بين العامية والفصحى. وهناك حقيقة إنجازات كبيرة قدمها حنا، من أهم أيضا أنه قدم شخصيات نموذجية. فحنا من كبار الكتاب الذي استطاع أن ينمذج هذه الشخصيات. فنحن عندما نقرأ حتى في كتابه بقايا صور، هذا الطفل الذي هو حنا في الحقيقة لم يكن حنا فقط، وإنما هو الطفل الذي عاش في عشرينيات القرن الماضي، والذي عاش تلك الفترة المريرة من التحالف التاريخي القذر بين الإقطاع في سوريا والاستعمارين العثماني والفرنسي. يعني دكتور عاطف، من خلال حديثك، حنمينة استطاع أن يجمع بين الجبل والبحر، رغم أنه هو ابن البحر، استطاع أن يجمع بين الواقع وبين الخيال. نعم. هو تركيبة نادرة ومختلفة. نحكي عن أهم أعماله مثل الشجاع والعاصفة، الشمس في يوم غائم. تفضل. أهم أعمال حنا أميني روايته الأولى التي حملت عثرات الولادة، هي المصابيح الزرق، والتي كتب مقدمتها الأستاذ شوقي بغدادي وهو زميل الأستاذ حنا، وبين ما فيها من خلل بنيوي ومن نواقص تحمله الأعمال الريادية. هي عن بيئة حي القلعة في اللاذقية، وعن تجربة حنا في الوسط الشعبي. قدم فيها شخصيات كشخصية مختار، فارس بطل للرواية، رندا التي أربكت الأستاذ حنا فأنهى حياتها بمرض السل، وهي نهاية تقليدية في الرواية العربية. حنا وضع قدميه وسجل اسمه في تاريخ الرواية العربية والعالمية بعمله المبدع والخلاق وغير المسبوق الشراع والعصف. رواية المصابيح الزرق صدرت عام 1954، بعد 10 سنوات كتب حنا الشراع والعاصفة. لكن المسافة الفنية بين الشراع والعاصفة والمصابيح الزرق لا تقاس بالسنوات، هي أبعد من ذلك بكثير. ماذا قدم حنا في الشراع والعاصفة؟ قدم شخصية مركبة تبدو للقارئ بمنتهى البساطة، شخصية الطروسي، شخصية وطنية طبقية إنسانية، دون أن تعي هي مقومات مركباتها شديدة التعقيد. هذه استطاع حنا أن يقدم لنا تمثالا منحوتا من أنفس المعادن للبطولة ولقيم الرجولة وللنزاهة. لذلك كان حنا في كل أعماله حريصا أن يقدم بطله في تعانق بين المثال الجمالي والقيم الأخلاقية. فحنا كاتب القيم الأخلاقية الوطنية أولا والإنسانية ثانيا، وكما تفضلتي هو كاتب الكفاح والفرح الإنسانيين. لا يمكن الإنسان المكافح إلا أن يكون فرحا. المكافح إذا هزم من الداخل خسر معركته. بعد الشراع والعاصفة التي أنتجت سينمائيا أكثر من مرة، وكأن حنا لم يكتب هذه الرواية بقلم الكاتب وإنما نقلها بعين الكاميرا، فهي كانت جاهزة لأن تكون فيلما سينمائيا. بعد رواية الشراع والعاصفة طلعنا حنا برواية جديدة، الثلج يأتي من النافذة، وهي لا تتعلق الآن بعالم البحر ولا بالغابة. رواية تتحدث عن الأزمة الحادة التي يعيشها المثقف بين انتمائه الطبقي وبين موقعه الثقافي. فياض كاتب يهرب من سوريا في عهد أنظمة القمعية عبد الحميد السراج ومطاردة القوى التقدمية في سوريا، يهرب إلى لبنان ويعيش هناك تجربة، وهو كاتب يساري، يجد هناك نقيضه خليل العامل، فيحدث في داخله صراع
بين انتمائه إلى الطبقة العاملة وفكر الطبقة العاملة وبين قدراته ومؤهلاته على الاستمرار في النضال من أجل قضايا هذه الطبقة ومصالحها. هذا جوهر الأعمال باختصار شديد قد يسيء إلى هذه المنجزات الكبيرة. بعد هذه الرواية قدم حنا عملا غير مسبوق بإجماع كل من درسوا تجربة حنا ميني الروائية، الشمس في ينواء. هذه الرواية اعتبرت من أهم الروايات العربية، إن لم نقل الأهم، ليس فقط من موضوعها الذي تحدث عن الصراع بين الأكواخ والقصور، ممثل في شاب ابن قطاعي يميل إلى الفقراء ويعيش حياتهم بينما ينتمي إلى القلاع. أهمية هذه الرواية ليست في موضوعها، أهمية هذه الرواية في الطريقة الفنية التي قدمها حنا وفي اللغة التي استخدمها، فلثقافته الواسعة وعمق اطلاعه يخلط حنا في نصه أو يجمع أو يعيد إنتاج مجموعة من الثقافات، الثقافة العالمية مع الثقافة الدينية التوراتية والثقافة المسيحية، ولحنا امتياز خاص أيضا في فهمه للديانة المسيحية، فمسيحية حنا ليست كمسيحية سائر الناس وإنما هي مسيحية حنا بالتحديد. ففي هذه الرواية نجد مثلا المزامير من التوراة، نجد من الإنجيل، نجد من ثقافات معاصرة في تركيبة مزجية تعيد تشكيل كل هذه الثقافات من العهد القديم بلغة حنا مينا. نعم، من العهد القديم. بعدها، بعد هذه الرواية أيضا فجاءنا سيد حنا بعمل خاص جدا وهو مونولوج داخلي من أول صفحة إلى آخر صفحة. من يبدأ بقراءة هذه الرواية لا يستطيع أن يتركها حتى النهاية. هنا قدم لنا الأستاذ حنا شخصية من يمكن أجمل ما قدمته الرواية العربية لصورة المرأة، وبهذه المناسبة ألف تحية للمرأة السورية والعربية والمرأة في كل مكان، لأن المرأة هي وحدة المتنوع والمختلف. فالطبيعة لم تقدم أنضج من تعبير عن الاختلاف والتنوع وتعدد وظائف مثل المرأة. شكيبة التي لم يقرأها أحد إلا وعشقها، هذه المرأة التي استطاعت أن تعيد تشكيل زكريا المتوحش وتخلق منه إنسانا آخر. وزكريا يقول: شكيبة هذه الراعية حولتني من شخص متوحش، من خشبة من السنديان إلى أرق من عود النعناع. ومن الصعب أن نتابع مع حنا لأنه كتب أكثر من 30 رواية. توقفتم عند حكاية رجل، نهاية رجل شجاع طبعا. رواية طبعت بذاكرة السوريين. حنا قدم للسينما وقدم للدراما أكثر من عمل، هو الحقيقة المخرجون تناولوا هذه الأعمال لأنها دراميا جاهزة. أعمال حنا تقوم على الصراع، والدراما هي الصراع. فأكثر من بقايا صور قدمت للتلفزيون، مصابيح الزرع، بقايا صور أنتجت وأخرجت سينمائيا أيضا، شراء والعاصفة أكثر من مرة أنتجت سينمائيا. أنا مثلا لو سئلت ما مدى التوفيق في تناول أعمال حنا ونقلها إلى السينما أو الدراما، لا أستطيع إلا أن أردد ما قاله حنا عندما سئل: هل أنت راض عن نقل أعمالك من نص روائي إلى سينما أو تلفزة؟ كان يجيب دائما: هو راض عن عمل واحد فقط، هو نهاية رجل شجاع، الذي كتب سيناريو له وأضاف إليه كاتب القصة وكاتب السيناريو المعروف الأستاذ حسن ميم يوسف الذي نوجه له نوجه له تحية أكيد. يعني كمان كان له فضل الأستاذ حنا مينا بتأسيس الكتاب السوريين. نعم. وأيضا اتحاد الكتاب العرب، خلينا نحكي عن هذا الشيء كمان. بخمسينيات القرن الماضي عام 1954
تم تأسيس رابطة الكتاب السوريين، وليس اتحاد الكتاب العرب، رابطة الكتاب السوريين، وكان لحنا ميني الدور الأبرز في تأسيسها، حيث جمعوا كتاب من كافة الوطن العربي وعلى نفقتهم الخاصة، واستضافوا الوفود والزوار في بيوتهم، فكان منزل حنا بالضيوف، وكان جناحنا في هذا العمل شوقي بغدادي وسعيد حوراني. وكما يعترف المرحوم سعيد حورانية بأن دينمو هذه الرابطة كان الأستاذ حناميني، ويقول سعيد حوراني بأن حنا كان أعمقنا ثقافة وأجرأنا قولا وأكثرنا وفاء للكتابة والإبداع، ثم جاء اتحاد الكتاب العرب. نعم. الذي كان حنا يعني عضواً اليوم فيه. مثل ما ذكرنا ذكرى ميلاده، بدنا معايدة منك قبل الختام للقامة الأدبية حنمينة أطال الله في عمره أكيد، اللي نحن نفتخر فيه، بدنا نتمنى له كل الصحة. تفضل بطاقة معايدة قبل الختام. عندما قلت له يا أستاذ حنا أمثالك لا يموتون، هزمتك يا موت الفنون جميعها، أنت ستبقى خالدا بيننا، فأجابني يا ابني دعك من هذا الهراء، عندما أموت سأموت وكفى. أنا أقول لأستاذ حنا ولقرائه ولمحبيه بأن هذه الشخصية التي اخترقت الشرط العضوي، حنا ولد طفل لا ليعيش ليموت، والتي اخترقت شرطها الاجتماعي، ابن فقراء صار أحد أهم أعمدة الرواية العالمية، والاختراق الثقافي والمعرفي، ولا يحمل شهادة. نعم. وهو يستطيع أن يواجه أعمق وأعتى المثقفين. هذا الإنسان لن يموت، أتمنى له أقل ما يمكن من عذابات خيانة الجسد أمام تطلعات الروح، أمام عظمة الفكر. يمكن دكتور عاطف، يعني شكرا كثير لوجودك ولها المعلومات الغنية عن طبعا الأديب الكبير اللي بنفتخر فيه كثير حنا مينة، ونوجه له نحن كمان بطاقة معايدة من جروب صباحنا غير، أكيد نقول له كل عام وأنت تضل بألف خير، والله يطول بعمرك يعني، ودائما اسمه خالد بذاكرة السوريين. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم.